السلام عليكم أهلا أسماء بس الصوت واضح أنسي أسماء تسمعيني رح ننتظر البقية شوي السلام عليكم اهلا وسهلا بكم جميعا بس صوتي واضح للكي. كيف تمام استاذ خالد آه بامكانكم يلي بيحب يفتح كاميرا مشان يصير شوي لقاء تفاعلي اكثر نتعرف على بعضنا اكثر واللي ما بيحب كمان براحته بقى فقط الأستاذ عبد الرحمن شكله ما شاف المسجات ما دخل على اللقاء طيب نستناه دقيقتين وبعدين نبدأ نحنا طيب بداية حنحكي شوي عن الدورة أو ليش اخترنا هاي الدورة بالتحديد مع أنه ما في ولا مادة بتشمل هدول الفرق، أكيد كلاتكم شفتوا العناوين أو شفتوا محتوى الدورة التفصيلة فما في ولا مادة أصلا سنوات الدراسية الأربعة بتشمل هيك محتوى إنما هذا المحتوى كان موزع تقريبا على أربع مواد خلينا نقول في الأولى كانت مادة استاتيك بالسنة الثانية مقاومة واحد بالسنة الثالثة هي بستتي واحد هي بستتي اثنين وآخر شيء بالسنة الرابعة اللي هي التصرم تعتمدوا فيها تقريبا على برنامج الصاب لحتى تحلوا أو حتى تحللوا أي سيستم إنشائيا صراحة اخترت أنا هاي المحاور أو جمعتها كلياتها مع بعض وجمعت النقط تبعها هي فقط مشان تصير قصة التحليل الإنشائي لما الواحد يبلش يبدأ بالتصارم أو يبدأ يصمم لأي منشأ لأي مبنى يكون عنده التحليل الإنشائي أو تحليل استاتيكي يكون عنده خلص شيء بسيط حتى لو كان عم بيستخدم كمبيوتر او ما عم بيستخدم كمبيوتر ابدا هو بامكانه يحل اعقد سيستم بطرق جدا مبسطه حتشوفوا في الكتب او في بعض المراجع متل مثلا ماده اليابستي 2 الاغلبيه اخذها بعتقد فقط سي اسماء السماء وصيت وصلت لماده اليابستي 2 عم يكون في عنا ثلاث طرق للحل هن فيهم طريقه جدا سهله اللي هي كروس وباقي الطرق شوي صعبه او هن ما صعبين وانما بياخذوا وقت كثير بالحل فانا حبيت هلا بهذا الكورس انه نحن نحل المنشات الغير محدده استاتيكيا عن عن بطريقه كروس اللي هي اسهل طريقه واقصر طريقه وبنفس الوقت نحلهم عن طريق برنامج الصاب والمنشات المحدده استاتيكيا والمنشات المحدده استاتيكيا نحن نحلهم كمان في الطريقه الذهنيه وبطريقه الكسم اللي كلياتكم بتعرفوها ونفس الوقت عن طريق برنامج الصب اهلا وسهلا استاذ عبد الرحمن صوت واضح استاذ عبد الرحمن الصوت واضح اي أيوة واضح اهلا وسهلا طيب هلا حشارك انا معكم الملخص اللي عملته طبعا هو جمعته من اكثر من كتاب ومن أكتر من اكثر من نقطه بس جمعت فيه المحتوى اللي حناخده نحن بهيدا الكورس حيعتمد كورسنا بشكل اساسي على التمارين على التمارين العملية الأسئلة حتشمل الأسئلة أغلب السيستمات اللي ممكن تشوفوها في التصميم اللي ممكن تشوفوها بالمواد الدراسية اللي عم تاخدوها اللي كان سيستم بسيط أو سيستم معقد نحن حنبدأ من أبسط سيستم لحتى نوصل لأكثر سيستم معقد وكمان بن... إلى جانب هدول هلا الحاشاركم معكم النواة حارسلكم كتاب فيه فقط أسئلة وتمارين بس الشاشة وصلت لعنكم الشاشة واضحة عند الكل واضحة واضحة تمام طيب هلا بهاي النقطة في تقريبا اغلب السيستمات اللي نحن هنشتغل عليها او محتوى الدورة كلياته كامل حيكون اول شيء عنا حاعطيكم مصطلحات اساسيه بالدرس الاول هن حنستخدمهم نحن فيما بعد هدول المصطلحات كلياتهم لما انا بدي اذكر مصطلح فما ما حارجع اقول شو كان هذا المصطلح او شي فلهيك حاشرحهم في بدايه الدوره مشان نقدر نستخدمهم براحتنا هاي بالنسبه لاول درس اول درس فقط حيكون فيه شويه نظري هن المصطلحات وشرحها بعدين من بعد اول درس حنبدا شوي ناخذ امثله الامثله اول شيء حنبلش بالجاربر كريشلار اللي هن المفصل بيكونوا بيكونوا بهيدا الشكل بيكون في عليهم احمال موزعه كثيره واسمه قربر او اسمه مفصل بيكون فيهم هيدا المفصل اللي اشارته دائره اللي هو بيقسم اي سيستم لقسمين بيكون عنده المومنت صفر بعد ما نخلص الجاربر كريشلار هدول حيكونوا بالاسبوع الثاني هناخد بعدهم الكافي سيستم الكافي او سيستم القفص كلياتنا نحن نعرف انه هو بس بيحمل القوة اللي بتكون على محور الاكسات يعني هو ما حيكون فيه بس نورمال قوة ما حيكون فيه لا قوة قطع ولا حيكون فيه مومنت ليش ما حيكون اصلا فيه مومنت لاني بكل الديوم نقطة س شو في عنا بالعقد في عنا مفصل نحن قلنا بالمفصل اصلا مومنت صفر وكمان في يميز القفص انه قديش ما كان في عنا احمال احمال هي حتاثر على الديوم نقطة على نقط العقد تمام يعني ما حتاثر عنا الاحمال مثلا ما حاجي أحطها هوني في نص هيدا الشبوك او في نص هوني هيدا الشبوك ابدا حتكون مأثرة فقط على الديوم نقطة بعد ما نخلص القفص السيستم حننتقل لتشارشي فيلار جزام تشارشي, تشارشي فيلار أول شيء حنبدأ فيهم بالمنشآت المحددة استاتيكيا يعني المنشآت اللي أنا بقدر حلها بدون ما أتطرق لأي طريقة من فقط بالدينج دين ليري في معادلات التوازن بدون ما أستخدم لايك كروس لا طريقة القوي ولا حتى الأطشي أو طريقة الزوايا فقط بحلها عن طريق دينجي دين ليري حنبدا فين طبعا تشاشفي او الإطار، أه ما بعرف اذا كلاتكم عم تدرسوا في تركي هذا السؤال راح نبالي، بالي أه اسم الاطارات بالعربي هن بيكونوا عباره عن جسر او كريش بيكون أه في أعمدة، عمودين يعني ثلاثه اكثر أه كريش وحده اثنتين ثلاثه اكثر على حسب سهوله السيستم او تعقيده أه طبعا شاشة بلاش شوي البحث فيها واسعة أكثر حناخد فيها أكثر أو حنطول فيها أكثر لأني أنواع الشاشة أو أنواع الإطارات حتكون عنا إياها كثيرة فحابة إنه يكون محتوى أه يشملها كلياتها في عنا مثلا مثل هيك أمثلة كمان آخر شيء حناخد كروس يونتمي أستاذة ده طبعا. الحين البرنامج اللي راح نستخدمه اللي قدامنا بالنسبة لـ صح؟ يعني بس و... البرنامج اللي حنستخدمه هو برنامج الساب، برنامج الساب حنستخدمه نحن فقط يعني حنستخدم البرنامج لحتى نحل هدول الأسئلة كلياتهم أنا كيف بقدر حل أي سؤال على برنامج ساب أو أنا مثلا حليت سؤال طول معي شي ساعتين في هلا أسئلة حنشوفها ممكن تطول معنا ساعتين كيف بدي أتأكد أنا من حلي صح أو خطأ أنا فيني بخمس دقايق حتى إذا كنتوا عمليين أكثر بدايتين تحطوا السؤال على برنامج السب ويطالع لكم دياجرامز وكلها بتكون صحيحة 100% بالمئة. فنحن حنستخدم برنامج الصفحة حنتعلم كيف نحن فينا نحن نستخدمه لحتى نحلل المنشآت استاتيكيا تمام الحين البرنامج هذا برضه راح نستخدمه تطبيقيا لما نيجي يعني نطبق عرض الواقع فال... كيف؟ لما نيجي نطبق عرض الواقع يعني تمام زي مشروع برضه نستخدم البرنامج ده صح ولا لا؟ عشان أوز... نحمل اوزان عليه بالضبط نحن اصلا حتى نستخدم نحن المشروع اول خطوه في اي مشروع نحن بدنا نعرف مثلا بدنا نصمم كان الكريش او الكان الجسر بدنا نصمم جسر فمين بده يحدد ابعاده نحن حنحدد الابعاد تبعه صح حتى نحدد ابعاده لازم حنعرف الاحمال اللي حتكون عليه كانت هاي الاحمال ثابته او احمال متحركه هدول الاحمال كلها نحن منحددون في عنا يونيت مليك بقلب اليونت فلك نحن حاطينها مثلا على حسب نوع المبنى انا بدي اعمل هون مدرسه المدرسه بتختلف عن الجامعه بتختلف عن الاستاديوم هدول احمال قيمهم موجوده هون بتركيا باليونت فلك تبعهم آه بس كنت تقرأوا اليونت فلك منيح او بس وصلتوا اصلا لماده التصميم حتشوفوهم فهني بيعطونا ارقام شبه ثابته ونحن على اساسها بنحط هدول الاحمال طبعاً انا هدول الاحمال بعد ما وزعتهم كيف بدي اشوف تاثير الاحمال هلا نحن اللي عم ندرسه تاثير هاي الاحمال عم ناخذ الاحمال جاهزه محطوطه عنا على السيستم ونحن عم ندرس تاثيرها هي كيف حتاثر على هذا السيستم تمام شكرا لك لا عفوا <applause> طيب اخر شيء هون في عندنا كروس يونتمي هناخد كروسيون ينتمي هناخد عليها بعض الأمثلة هيك بيكون تقريبا خالصين من كل شيء طيب الهدف من هاي الدورة الهدف الأساسي هو أنا شفت أي منشأ شفت أي سيستم قديش ما كان معقد حقدر أنا احله بثلاث طرق أول طريقة كده تكون شفتوها بالستاتيك أنتو هي طريقة الكسمة طريقة القطع الطريقة الثانية لحتى حتى أنا حل أي منشأة هي طريقة اسمها شوي الحساب الزنّي بس تتمرسوا على التمارين أكثر تكونوا حاكمين شوي المصطلحات حساب المومنت عند أي نقطة حساب هدول الشغلات كلياتهم أنتوا فيكم بس بعد ما تطالعوا الميسنت تيركيلاري أو الميسنت رياكشنز فورا تقدروا ترسموا الدياجرامز بدون ما تلجأوا لحتى انه والله بدي اقطع انا من هاي النقطة ولا من هاي النقطة ولا كذا بدون ما تلجأ اصلا للحل الطويل فقط انتم فيكم ترسموا diagrams اللي هني الكيس الكويتي، النورمال، والمومنت والطريقه الثالثه هي مثل ما قلنا طريقه برنامج الصف يعني هلا الاغلبيه باغلب الجامعات بتوصلوا سريع بيكون في عندكم ماده تصميم حتصمموا مثلا بناء نحن كان مشروع تصميمنا عباره عن شركه خمس طوابق فانا ما حاقعد لهاي الشركه كلها ياتا. احسب احسبها ساتيكيا يدويا يعني اذا بدي اقعد احسبها اصلا كلياتهم حيكونوا كان عندي السيستم بعد انا ما قسمته لسيستمات محدده كان كلياتهم غير محدد استاتيكياً فانا كلياتهم بدي احسبها عن طريق كروس كلهم اجي حطوا الاحمال عليهم احسوا عن طريق كروس كثير حياخذ معي وقت هيك انا ما رح الحق لا للمشروع ولا حتى ح... رح الحق لحتى اعمل احسب الحديد واحسب الاشياء الثانيه وعندنا حساب زلازل والقصص هيك كانوا الدكاتره عندنا بالجامعه خلص اقترحوا علينا برنامج صاب انتم تعلمتوا بكل هدوليك المراحل كيف تحسبون يدويا بتعرفون يدويا نحن نعرف انه انتم بتعرفون يدويا فبكفي تحسبوه عن طريق برنامج الصاب، ومنه بيكون اضمن الحل، لان الحل اليدوي عن طريق الاله الحاسبه ممكن الواحد يطلع اخطاء، بينما برنامج الصاب ما حيطلع فيه هيك اخطاء ابدا. هلا حابه افرجيكم كم سؤال انا حليته على برنامج الصاب، فنحن كيف فينا نقدر نطلع الحل تبعهم فورا. مثلا احنا في عنا هيدا السؤال هذا جربالي كريش اه كريش فيه مفصل هو محدد استاتيكيا طبعا بس فيه مفاصل عندنا هون مفصل ام واحد وعندنا مفصل ام اثنين هدول هون عندنا اياهم نحن كايجو او مسند متحرك حنشرحهم كلياتهم في عنا هون حمل موزع مقداره اثنين كيلو نيوتن على المتر عنا كمان هون حمل موزع مقداره ثلاثة عنا قوة ثابتة مقدارة عشرة وعنا مومنت مقدار ثمانية هذا نفسه أنا رحت رسمته على برنامج الساب عملت له تعريف للمساند تبعه عملت له تعريف للماتيريالز للمواد أنا شو استخدمت مواد شو المشروع تبعي وعملت له كمان تعريف للاحمال تبعه يعني مثلا اذا بجي انا بضغط على هيدا القسم هون حيطلع لي انا شو عاملي بالضبط مثلا اللوكيشن موقع تبعه طوله 8 اول قسم اذا بدخل هون انا على الاحمال تبعه الاحمال هي عباره عن 2 عند الصفر 2 عند 8 يعني بفهم من هون لهون في عندي حمل موزع مقداره 2 فأنا هذا هلأ بس بدي أعمل له ران عملت له ران بهذا الشكل طلع عندي هذا السيستم هذا السيستم شو يعني هو بفعل الاحمال اللي واقعة عليه تحول او تغير شكله لهيك يعني صار في عنده سهيم شو يعني السهيم صار في عنده باتجاه الوايات لتحت صار في عنده يرتش يعني هو يغير مساره او تغير شكله تمام هذا الشيء كثير مطلوب لما بدكم تحسبوا اي شيء كثير كثير مطلوب انه تعرفوا قديش السهيم تبعه او قديش هو ممكن يتغير يعني مثلا بتيجوا لعند النقطه هون عند هيدا المسند تمام آه على طول احنا عندنا الاوبير احفظوهم الاوبير اذا كنت عم تستخدم حصرا المستوى اكس زد الاوبير بتكون عندي اياها لمين آه اللي عم ياخذوا التركي اسمه اوتيليمي يعني هي على محور الاكسات تغيروا على محور الاكسات عندي الريكي الريكي عندها شو الدونمي وكمان في عندي أوتش هي عبارة عن تشوكمي التشوكمي هي وين بتكون على محور الزدات او على محور يعني على المحور العمودي تمام على حسب المحور اللي انتم عم تستخدموه هدول كلاتهم يكون عندي انا القيم تبعهم يعني هون مثلا عندي انا الدونمي هو تغير بمقدار الدونمي صفر فاصلة تلت ستة وتسعين هذا المقدار هو مهم حينطلب انتو منكم لما بتكونوا عم بتصمموا أي بناء لازم انتوا تعرفوا هذا البناء كيف تغير بفعل هدول الأحمال اللي واقع عليه، حتى إذا ما حطينا إنميشن عم بتغير بهاي الطريقة، طيب هلا أنا ما بدي هدول التغييرات بدي أنا أحسب أو أرسم diagrams تمام؟ حأدخل هون فريمز. أول شيء هاي الأكسل فورس هي عبارة عن القوة اللي تكون على محور الإكسات طبعا محور الإكسات هو المحور اللي أنا اخترته المحور اليتاي هون صفر طب ليش صفر؟ يعني طلع لي الدياجرام كلها صفر أنا أصلا بالسؤال اللي أنا عم عطيتكم يا ما عندي أي حمل على محور الإكسات وبالتالي حتطلع انا عندي النورمال صفر شيء طبيعي طيب انا بدي المومنت انا بما انه هون اكس زد فانا طيب المومنت هون اي مومنت اثنين اثنين ام ثلاثة ثلاثة حاخد مومنت ثلاثة ثلاثة وبنصحكم دائما اختاروا المسارات هي اكس زد لسهولي وخاصة بس او حتى لو اخترتوا مثلا اكس واي تعودتوا على مسار فانتوا احفظوا هون اي مومنت حيطلع معكم بالاخير يعني لازم من البدايه يعني أو ما تستخدموا البرنامج تتعودوا انتوا حتستخدموا اكس واي ولا اكس انا بالأح بالاحوال العاديه دائما بختار اكس زد هاي المومنت طلع لي الدياجرام تبعه مع الارقام طب انا بدي احسب عند اي نقطه كيف فينا بضغط علي يمين هون بيطلع لي، فأنا بصير بمشي هاي عند أي نقطة بدي وبيحسب لي، مثلاً هون 25، لا أنا بدي إياه هون 24، 22، هدول الأشياء احنا يدوياً كتير صعب أصلاً نحسبها يدوياً، نحن بنحسب من القوة للقوة قديش مقدار المومنت، وإذا كان في عندنا يا بنحسب الماكسيموم، مثل هون الماكسيموم 25 مثلاً. هيدا عبارة عن المومنت، طيب بدي أنا الكسمة. هي عبارة عن 2-2 عن محور اثنين اثنين شير طب ابلاي هاي الكسمة كمان بدي لكم الشغلة هلا اكيد كلها تكون نزلتوا برنامج الصاب بالنسبة للكسمة قوتي فقط اه اي شكل بيطلع لكم عكسوا الاشارة تمام يعني هلا هون عندي انا الاشارة السالبة هون حتكون موجبة اه السبب وعجزنا نعرفه حتى يعني الدكاترة بالجامعة كمان نفس الشيء نحن بنعرفه انه نحل هذا الشيء يدويا هون حتكون موجبة بس عم تطلع معنا على البرنامج سالبي، فكتير حاولنا نصلحه من البرنامج ما زبط معنا لهيك خلص صرنا حنحفظ اي شكل بيطلع معنا بس نحن حنقلبه يعني هيدا هون حتكون موجبي هدول هون حيكونوا سالبين موجب سالب بالنسبة للكيس فقط قوة القطع بينما عزم الانحناء حيبقى على حاله مثل ما بيعطينا اياه البرنامج هو والنورمال كويت طيب هيدا هون عبارة عن كيريش طب أنا إذا بدي آخد إطار في عندي كان مثال عن إطار بس حفرجيكم عليه كيف بيختلف أوكي طب إحنا في عنا هيدا المثال موجود هون بالنقطة المثال على ما أعتقد كان بالصفحة سبعة 37 هو عباره عن هذا المثال هذا المثال اذا حنيجي نحله يدويا تقريبا بياخد معنا يعني شيء ساعتين لحتى نكون طالعين من الحل وراسمين ديجرامز متاكدين منها حاسبين المومنت والماكسيموم عند كل النقاط او عند الاماكن المطلوبه اقل شيء وهو منشا محدد استاتيكيا كمان حنحله نحن بعدين كلام ليري بس صعوبته أو آه مو صعوبته، ليش بياخد معنا وقت طويل بالحال؟ لأن فيه أكتر من مفصل، هون في عندي مفصل، هون في عندي مفصل، هون في عندي مفصل، فأنتوا تخيلوا قديش هيدا السيستم حينقسم ينقسم لكم سيستم. الثواني طيب هيدا نفسه انا عرفته كمان على برنامج الساب ما اكل معي التعريف اكتر من ثلاث دقايق هعمل له هلا اران هيدا اللي طالع هو عبارة عن الكيس الكويتي كويتي مكتوب طب انا ما بدي الكيس مثلا لطلع المومنت مومنت ثلاثة ثلاثة طلع لي هيك المومنت طب بدي أنا الان طلع لي هيك الان طب أنا ما بدي هدول بدي أنا أشوف كيف تغير بتأثير هيدي الأحمال كيف هو تغير السيستم كيف صار كيف عمل دون مي. كيف عمل تغير نحو الياتايل ال... ال... المحور العمودي والمحور الأفقي كيف عم بيتغير بجي بختار هاي حط أبلاي لاحظوا هيك صار شكل السيستم بحط له أنيميشن هيك السيستم تماما بفعل تأثير الأحمال اللي واقع عليه حيتغير معنا بهالطريقة هاي طيب نحن اللي حناخده تدريجيا ببرنامج الصاب حنتعلم نحن كيف ممكن نعرف نعرف اي سيستم نعرف الماتيريالز تبعهم مثلا عندنا من قائمه ديفاين نعرف المواد نعرف الكيسيتات يعني هنا او المقاطع نعرف الاحمال اذا كان مثلا انا عم بستخدم هون مشروع كيف انا فيني اعرف موجودين هدول المواد اللي مروا عليكم او السنه الرابعه اكيد لازم يكون عم مروا عليكم كيف انا مثلا فيني استخدم الاحمل او الكومبينيشن هدول بيكونوا مثلا عندي اياهم انا هن موجودين باليونيت مالك 1.4 جي زائد 1.6 كيو هدول كلياتهم انا كيف فيني اعرفهم عليه وبنفس الوقت طلع منهم الديجرامز اللي انا بدي اياها وبعدين انا اختار اكثر ديجرامز هو نقول له كريتيك وعلى اساسه صير حدد قديش مثلا بدي استخدم المقطع او بدي استخدم ابعاد الكريش مشان هذا المنشا او ابعاد العمود لهيدا المنشا وكمان هون حنعر... حنشوف المساند كيف فينا نعرفها عليه حنشوف المفصل كيف فينا نحن هون نحطه ونعرفه عليه والاحمال شو ما كان نوع الحمل كيف نحن حنعرفه عليه أه بس برنامج الساب يعني حاليا الدرس القادم ان شاء الله حنعمل دخول عليه حنبلش من السيستمات البسيطة وبعدين حننتقل للسيستمات المعقدة اكتر وبآخر درس ان شاء الله اذا اسعفنا الوقت يعني عم فكر نعمل مدالمة أو تصميم لمشروع أعمل قدامكم تصميم أو مثال لمشروع وأنتوا على أساس بعدين بتصيروا بتطوروا حالكم وتعملوا المشاريع اللي بدكم إياها نعمل تصميم لمشروع كامل إن شاء الله طب هلأ كمان حشارك معكم الدرس الأول أنواع الكورس كلاتكم تعرفوا ما ينتهي ديجرام لريد تشيزيمي رسم مخططات قوى القص وعزم الانحناء هلا حناخد نحنا معلومات عامة جنال بالجيلار أول شيء عنا الأحمال يوكلار شو معنات آه يوك طب شو أنواع هدول الأحمال هو اليوك أي حمل أو أي شيء ممكن يأثر على المنشأ على البناء اللي أنا حأعمله آه ممكن هذا يكون الحمل خارجي مثل عنا مثلا آه التلج بس عم تسمعوني ولا صار في مشكلة بالاتصال لا ما في أي مشكلة تمام ما عندي عطى خطأ شوي أوكي طب نكمل آه, قلنا الأحمال ممكن هيدي تكون آه, الأحمال الخارجية مثل عنا سن الرياح عنا التلج عنا الديبرام، الزلازل ممكن هيدي تكون الأحمال آه, هي عبارة عن أحمال داخلية داخلية شو يعني مثلا عنا أحمال متحركة او عندنا مثلا لما نحن نحط الحيط يكون فوق الجسر او فوق الكريش هذا الحيط هو عباره له وزن له حمل كلات هذول بنحسبه بنعتبره هدول احمال ثابته احمال متحركه عندنا الانسان عندنا ال... نحن حركتنا كانسان اذا في عندنا اي شيء متحرك حنحطه نحن حسب نوع المبنى هدول كلياتهم حنحطهم تحت اسم الاحمال المتحركه مثل موجودين كلياتهم باليونيت ملك على حسب نوع المنشا بنحددهم او بناخذ القيم تبعهم طيب بالنسبه لشكل هدول الاحمال كيف نحن منحدد الشكل او شو اشكالهم عندنا التكيليو كلار شو معنات التكيليو آه الاحمال الفرديه هي بتكون عندنا اياها يا اما عباره عن قوه يعني بتكون مثلا عندنا اياها هيك قوة كانت لتحت او كانت لفوق او بيكون عبارة عن مومنت عندنا اليا اليا الاحمال الموزعة ممكن هاي تكون الاحمال موزعة على منتظمة يعني مثل هون عندنا اياها مستطيل هاي الكيو هاي اسمه حمل موزع منتظم حمل موزع منتظم هاد دسكن التركي ممكن تكون مي منظمة يعني على شكل اتشجان اتشجان يليك أو, أو ترابيز ترابيز مثل هذا شايفينه هون أو حتى باربوليك بارابوليك طبعا هون بيكون عاطينا المعادلة تبعه أو عاطينا شنحة ممكن نحسب المعادلة تبعه كمان هذا بيشبه البارابوليك الجليشي بسال بيكون بهيدا الشكل كمان بيكون له معادلة وعلى أساسها نحن بنحسب الحمل تبعه طبعا كل هدول نحن الاحمال حتى نحن نحسب النت كويت مثلا عندي حمل بهيدا الشكل على شكل مستطيل حتى احسب له انا المحصلي او القوه المحصله فيني اعمل انا بهذا الشكل بي عباره عن شو؟ عن كيو ضرب لي يعني انا حاضرب الكيو هيدي ب اللي هي على قديش من هون لهون مثلا عندي لي قديش طول الكريش او طول العنصر اللي ماثره فيه بينما هون مثلا نحن هيدي كيف فينا نحسبها مساحه الاتش يعني مساحة المثلث يعني هون في عندي أنا البي حتأثر هون مثلا وليش هون؟ لان هون ال مركزها مركز أو مركز ثقل تبع المثلث يعني أنا عندي إذا أثرت هون عندي هون تلتين بتلت واحد على ثلاثة هون عندي اثنين على ثلاثة حتكون بالنسبة لإلها قيمتها مساحة المثلث يعني نص كيو ضرب كمان الترابيس ترابيس في أغلب الأحيان أه حتى ما أحفظ أو ممكن أنا مثلا بالامتحان كون ما بعرف قديش مساحة الترابيس أو ما بتذكر إيش كان قانون مساحة الترابيس فأنا ممكن بكل سهولة أقسمه لمربع ومستطيل أه حتى مو بس مساحته ليش أنا بدي أقسمه لهيكي أو لا لا أنا بعمل هاي مشان ما أحفظ قوانين أو اقعد بالامتحان اتذكر قوانين زيادة لان الاورليك مركزي تبع الترابز كمان له قانون فانا هيك ما بحتاج لا الاورليك مركزي تبع الترابز ولا حتى لمساحته بنقسمه لمستطيل مستطيل لحاله بتكون هون قوته بالوسط ولا حت حتى وحتى كمان لمثلث مثلث بتكون محصلة قوته هون تلتين بتلت المستطيل تام بالوسط نص بنص طبعا البارابوليك هدول ما كتير حيمروا معنا جدا جدا قليل شفتوهم بالستاتيك حتى بالتصميم وكذا يعني اذا ما كان كتير 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 المنشأ اللي عم تاخدوه انتو معقد او منشأ كتير مثلا فيو اشياء واحمال كذا ما حتشوفوا البارابوليك ابدا بالستاتيك اخدتوه فقط كحساب بينما بالتصميم يعني عملت كذا مشروع وما استخدمنا ابدا البارابوليك فيهم ولا حتى الجيليشيكوزار هلا هون البلاش كيلار هلا هدول نفسهم شرحت لكم اياهم كيف بيكونوا البلاش كيلار او المحصلة تبع كل قوة هون رجعنا عيدنا المثلث المثلث بتكون تلتين بتلت مساحة المثلث هي عبارة عن محصلة القوى اللي هون حاطينا اياها ريم كمان نفس الشيء المستطيل لاحظوا هون الترابيز هو ما قسموا للترابيز تمام حطوا القوانين تبعه موجودين هاي عبارة عن مساحة الترابيز أو مساحة شبه المنحرف وهي عبارة من هون على البعد عن الأورليك مركزي تبعه فأنا مشان ما أحفظ هدول القوانين خلاص بكفي أعرف مثلث مستطيل بقسم ترابيز لمثلث مستطيل بحسبهم على هالأساس طب بالنسبة للأحمال في حدا عنده أي سؤال أو تعليق أو أي شيء طيب خلونا نكمل معناها أه هلا كمان في عنا المسند لار. لار المساند او الدواعم من اللون بالعربي المساند إلها كذا نوع نحن اكثر شيء او المساند الشهيره اللي بنستخدمهم اكثر شيء بنستخدم انكاست فريم بنستخدم ثابت بنستخدم كايجو هدول اكثر شيء طبعا في عنا انواع ثانيه طبعا في انواع ثانيه في عنا مثلا الالاستيك على حسب بيكون في عنا حتمال أو الأساسات حاطينا أه إلاستيك هذا بسموه هلا فرجيكم صورته كزنبلك إلاستيك اسمه بالنسبة لهدول المساند اللي كتير نحن بنستخدمه اللي كتير شائعة عنا أول شيء الأنكاستري مسند الأنكاستري مسند أو أكتر مسند هو نحن بنعتبره كتير يعني آآ آآ ثابت كل شيء مثلا متعلق فيه أو ما فيه هو ابدا يعمل لا ما لا حركه هيك ما فيه يعمل حركه نحو اليتاي ولا حتى حركه نحو الدشي يعني لا حركه لا على المحور الافقي ولا على العمودي ولا حتى دونمي ابدا آه لذلك لحتى هو اصلا ما يعمل هيك حركه ولانه هيك الصفات تبعه فهو بيكون في عنده ثلاث قوى بس شفنا نحن هذا المسند بنرسم نرسم جسم دياجرام او بدنا نحلل السيستم uh, تبعنا بنشيل هيدا المسند بنحط عليه ثلاث قوى اللي هي القوة على المحور العمودي وعلى المحور الافقي وفي عندنا كمان على المحور اللي نحن ما لنا شايفينه وهي محور الدونمي تمام على المحور زد خلينا نقول فبيكون عندنا أ اكس اي وفي عندنا ام أ طيب هدول القوى نحن كيف فينا نحددهم؟ نحددها على حسب ان كيف حددنا المسند جهة لوين؟ نحن يعني عندنا المسند هيك حتكون AX تماما طالعة أو بموازاة هيدا الشبوك تمام؟ معه تماما حتكون عندنا الاي فينا نقول هي عمودية على AX وفي عندنا الام M بيكون بهي الطريقة. طبعا هدول الجهات تتغير او نحن على كيفنا نحددهم على كيفنا بنحددهم، حددناهم نحن ببداية المسألة، ببداية السؤال، حنأخذهم على هذا الشكل، حنبقى لنهاية السؤال عم نأخذهم هيك، لا أنا والله بدي الـ تكون هيك، تمام أنا فيني آخذها هيك الـ ما في أي إشكال، بدي الآية تكون هيك، بس أنا حألتزم بهدول لنهاية السؤال. في عندنا بعدين الثابت مسند، الثابت مسند بيجي بالدرجة الثانية بعد الأنكاستري فيو ما فيو يعمل حركة لا يا لا فيو يعمل يعني على المحور الأفقي ولا حتى فيو يعمل حركة دوشي على المحور العمودي بس ممكن يدور يعني الدون ما عنده ما بتساوي الصفر تمام لهيك إذا هو ما في يعمل حركة على المحور الأفقي هون حتنتج نحن عنا قوة مانع لهي الحركه اسمها اكس على المحور العمودي كمان حيكون عندنا قوه مانعه لهذا الشيء اللي هي اي بيكون عندنا شكله بهذا الشكل يعني ممكن هو بالسؤال اصلا ما يقول لك ثابت مسند حتطلع لك هيدا الشكل مع هذا الشكل شو للثابت مسند طب او بيكون في عندنا بهيدا الشكل هون بيكون في مفصل بعدين هيك كمان اسمه ثابت مسند بعدين عنا هاريكتلي أو كايجمسنت بيجي بالمرتبة الثالثة الهاركتلي ميسنت آه بيكون فقط ممنوع من الحركة على محور واحد يا إما على المحور الأفقي يا إما على المحور العمودي يعني عنا يا يعني نحن حاليا بهيدا الشكل هو ممنوع من الحركة على أي محور بما إنه في عنا آية على المحور العمودي يعني هو فيه يتحرك على المحور الأفقي هيك وفيه كمان شو يعمل فيه فيه يدور تمام الشكل ممكن يجي بهذا الشكل ممكن يجي بهذا الشكل طب هو ممكن يمتنع من الحركة على المحور الأفقي طبعا كيف إذا كان شكله أم خلينا نعمله هيك بهيدا الشكل فأنا حتكون عندي الـ AX هيك هون ممكن يتحرك على أي محور ممكن يتحرك على المحور العمودي المحور الأفقي ممنوع الاي إكس بتعيقه من الحركة وممكن كمان يدور يعني نفهم من هذا الشيء على حسب شكله للمسند نحن بنحط القوة التبكي تبعه رد الفعل تبعه تمام في عنا الباندول اياك الباندول اياك بتكون في عنا مفصل من فوق هيك بتكون تماما حركة الإشارة تبعها مفصل من فوق مفصل مفصل من تحت او من تحت ثابت نسنت او بتكون مثلا ممكن تكون بهيدا الشكل هي بتكون بنص الكريش حيطناياها اياها هيك سميها هاي باندول اياك في عنا الاستيك عفوا في عنا إلاستيك أنكاستري من هدول بيكونوا قاعدين على الزمين تبعون أو بيكونوا هن عبارة عن أساسات والزمين تبعون عبارة عن إلاستيك هن بهيدا الشكل تماما كمان ما كتير حتشوفون بأسئلتنا أو ما حتشوفون بوقت الدراسة كتير ممكن تشوفون بمادة الزمين ميكانيكي تشوفوا هيك شغلات آه بس حاليا بالمنشآت يعني ما كتير حتشوفون ابدا ما حتصادفون او بالمنشآت الحديثة حاليا عم تنعمل والله يعني حتشوفون فهني اصلا آه الشيء تبعهم خاص بس انتو عرفتوا هذا المسند او حطيتوا المسند على برنامج تبعهم حيعطيكم خصائص تبعه او آه انتو مثلا هون هذا عبارة المسند عن شو لهوني هون قوة على الآية وله كمان مومنت. فهو أصلاً ما في يدور ما في يتحرك على هيدا المحور هلا بعدين في عنا شيء اسمه ديوم نقطة شو معنات ديوم نقطة أو أنا إمتى بقول عن نقطة إنه هي عبارة عن ديوم نقطة بس جمعت أو وصلت بين شبوكين اثنين عنصرين أو أكتر، أو اكتان شبوك او أكثر هاي بسميها ديوم نقطة س. في عنا ديوم نقطة س ريجيت. شو يعني ريجيت؟ يعني ما بيكلها مفصل بالنص ابداً. يعني هون مثلاً بيكون في عنا للمومنت له قيمة تمام؟ عند هيدي ديوم نقطة س. هي اسمها ريجيت ديوم نقطة ممكن كمان تكون مش ريجيت كلهم مفصل يعني هدول موصولين مع بعضهم بوساطة مفصل شو معنات موصولين مع بعضهم بوساطة مفصل يعني أنا فينا بكل سهولة أفصلهم عن بعضهم هيك هذا السيستم لحال بضل عندي اياه وهيدا السيستم لحال طبعا هون في عندي بيكون في عندي قوى مؤثره بهيدا الشكل هدول باخذهم بعين الاعتبار بس انا حيكون عندي سيستم هون وسيستم هون وبالمفصل دائما دائما بيكون في عند المومنت صفر مومنت صفر إذا بيطلع عندي أثناء الحساب أو أثناء الرسم مومنت له قيمة معناها أنا عم بحسب غلط أو عاملة غلط في مكان ما هلا بعدين عندنا شيء تفضل أستاذ خالد بالنسبة لدون نقطة هي دائما نقطة الالتقاء بين أي كم <applause> آه هي عباره عن نقطه الالتقاء والاتصال بين تشبوكين او اكثر، عنصرين او اكثر. يعني كل نقطتين بيسوون زاوية، يعني بدون نقطة براحتكم صح؟ يعني هذا شيء بس ممكن تعلي صوتك شوي؟ كل نقطة التقاء بين يعني كل نقطتين بسوين زاوية، أكيد لازم يعني هاي بدون نقطة راح. لا مو ضروري تسوي زاوية أبدا، لا لا أبدا. يعني مثلا عندي بهيدا الشكل، تمام؟ عندي هيك عندي هون مسند عندي هون مسند عندي هون مسند لنقول تمام عندي هاي النقطة ب هاي النقطة ا آه. هوني هون ج ال ديوم نقطة س وصلت هاي مع هاي طبعا. بينما الآ ما اسمه ديوم نقطة س ولا حتى الج بس البي اسمه ديوم نقطة س وصلت هدول تشوفوا كم مع بعض تمام تمام هي ما ضروري تكون منحني او ايك او شيء لا لا اي بتشوفوا كان هي وصلتهم مع بعض هي اسمها ديوم نقطة مثلا كثير حنشوفها بالاطارات عند اطارات بهذا الشكل اطار بهذا الشكل تماما هاي اسمها ديوم نقطة الص وهي اسمها ديوم نقطة بينما هون عند المساند ما اسمه ديوم نقطة تمام عفوا طيب دينجي دينك لاملي معادلات التوازن هدول أساس كل شيء بستاتيك هدول معادلات التوازن نحن بنعرفهم هن عبارة عن ثلاث معادلات بالنسبة للدوزلان سيستم يعني على الإكس والواي عنا هنا ثلاث معادلات مجموع القوى على الإكسات صفر مجموع القوى على الوايات صفر مجموع المومنتات بالنسبة لأي نقطة صفر تمام؟ حنستخدمهم بحل المنشآت المحددة استاتيكيا شو معنات منشآت محددة استاتيكيا يعني المسنة التبكيلاري تبعها هن عبارة عن ثلاثة فقط ثلاث مسنة التبكيلاري فنحن عنا بيكون تاني بلين ميان او ثلاث مجاهيل بنحلهم بثلاث معادلات اللي هني هدول ثلاث معادلات تمام بينما اذا كان عنا يعني منشا اصلا غير محدده استاتيكيا فحيكون انا عندي اربع خمس مجاهيل ستة سبعه ثمانيه والى اخره حيكون عندي كتير مجاهيل وانا عندي فقط ثلاث معادلات فانا كيف اصلا ححل هدول المجاهيل آه بثلاث معادلات هيك بنلجا منش... نحن لطرق ثانيه اللي حاعطيكم هي طريقه كروس عن طريق الكروس نحن بننزل عدد هدول المجاهيل لثلاثه وبنحلهم بعدين على الدينجي دينج دي هون زي السيستم لار ما كثير حندخل له بعدين في عندنا المسند تيب آه... كيليري المسند التكليري احنا حتى نحل اي سيستم استاتيكيا شو ما كان طالب منا بالسؤال شو ما كان انا انصح دائما بما ان احنا شفنا كيريش او شفنا جسر قدامنا او شفنا سيستم اصلا احنا قدامنا او اطار اي شيء اول شيء نبدا فيه نوجد المسند التكليري اللي هي ردود فعل المساند نوجده نخلص منه بعدين نشوف شو بده من السؤال هني بغالب الاحيان اصلا بيكون طالبين باول طلب مسنت كلير اذا ما طلبوه فورا بيطلبوا المينيت دياجرام لاري حتى انا حل المينيت دياجرام لاري شو ما استخدمت الطريقه طبعا ما عدا برنامج الصاب يعني استخدمت الطريقه الذهنيه ولا طريقه الكاسمة لازم اكون اعرف المسنت تب كلير والمسنت طبعا كلها بنوجدها عن طريق دينج دينج, دينج اللي حكينا عنهم قبل شوي اللي هن ثلاث معادلات بعدين في عنا الكيسيت تيسير لري اللي هي الدورة كلها أو الكورس كلها بتمحور حول الكيسيت تيسير لري الكيسيت تيسير لري هنن عبارة عن N نورمال كويت اللي بتكون على المحور الأفقي T في ببعض المصادر بيقولوا عنا V بي. يا T يا V أغلب المصادر T في ببعضهم V هي عبارة عن كسمة كويتي قوة القطع بتكون هيك لفوق او لتحت يعني على المحور العمودي بيكون في عندنا مومنت مع عقارب الساعة وعكس عقارب الساعة هدول الثلاثة نحن بنسميهم كيسيتي لدي تمام يعني هدول اديش آه انا ما عندي احمال على السيستم شرحناهم في بداية اللقاء قديش ما كان عندي انا أحمال على السيستم بدي اشوف انا كيف حتكون كيف ح... حيتغير هذا السيستم برد فعل هاي الاحمال عليه حتى انا اختار له هذا السيستم او اصمم هذا آه الجسر صمم هذا العمود حشوف انا قديش مثلا محتاج المومات حتى انا يكون مثلا عندي هيدا البناء ما ينهار او حتى احسن استخدم انا ملزمي تكون مقاومه آه، تمام لهذا السيستم لازم انا اعرف قديش المومنت قديش بيتحمل قديش ما قديش قوه القطع تبعه وقديش النورمال تبعه هلا في عنا شيء اسمه بوزيتيف يونك هاي جدا مهمه هدول بدكم تحفظوهم يعني عنا الجهه بت... اذا بيكونوا موجبين او انت بيكونوا سالبي او ما بدي اقول انت بيكونوا موجبين كيف بتكون الاتجاهات تبعهم أنا عندك ريش بهيدا الشكل تماما خلي تكون عندي هون قوة ب طيب أنا بدي أعرف إذا بلشت من اليسار يعني من اليسار عند النقطة أ إذا بلشت من عند النقطة أ قطعت من هون تمام طيب. بدي أحدد هلا أنا الإم إن تي قلنا ال هي عطول عبارة عن وين عن محور. مع محور الإكسات يعني على اليد تمام هاي الإن طبعا ليش أختر بهذا الإتجاه ما يجيت وأختر بهذا الإتجاه دائما بتكون خارجة من السطح أو خارجة من العنصر تمام إتجاهها بيكون خارجي يعني بتكون هيك بهذا الإتجاه التي بكون عنا إياها بهيدا الإتجاه والمومنت لافف عليهم بهذا الاتجاه هي اذا طعنا من اليسار طب انا اذا طعت من اليمين حاخذ نفس الاتجاهات لا ابدا ما حاخذ نفس الاتجاهات لهيك هدول الاتجاهات حتحفظوهم لما تكون عم تحسبوا اصلا مسيت الكيلري قلت لكم اتجاهات بتحددوها بامكانكم تاخذوها بينما الكسيت لري الام والان والتي لهم اتجاهات من اليمين ولهم اتجاهات من اليسار في عليهم كان دراسات في عليهم مفاهيم انه ليش اتجاهاتهم من هيك من اليمين من اليسار بامكانكم تطلعوا عليهم ما حادخل كثير بتفاصيلهم بس ان على طول بتكون خارج من السطح يعني عندنا ان هيك التي حتكون عندنا اياها لفوق من اليمين لفوق من اليسار لتحت وهيك حتكون عنا جهه المومنت هدول الإتجاهات دائما حيكونوا في بالكم إحنا لما بدنا نحل اي شيء الذهنيه بعد انا ما لاقي المستتب كيلري لاي سيستم فانا حكون متخيلة أنا بذهني كيف حتكون اتجاه قوة القص أو كيف حيكون اتجاه المومنت أو كيف حتكون اتجاه النورمال مشان على الأساس أسقط أو أعمل القوى الباقية يعني إذا أنا خربطت باتجاه هون كتير حيتخربط معي كتير أشياء ما حيطلع معي أي قيمة صحيحة طب هلا في عنا الايزوستاتيك سيستم تنمو الايزوستاتيك معناها بالعربي منشات محدده استاتيكيا كمان حكينا عنه قبل شوي الهيبرستاتيك منشات غير محدده استاتيكيا المنشات المحدده استاتيكيا بيكون ثلاث مجاهيل معهم ثلاث معادلات اصلا عندنا ثلاث معادلات ثلاثه دينج كلام الكلام اللي ما فينا نضيف عليهم اي شيء بينما فينا نضيف بالمجاهيل فينا نضيف بالمجاهيل بصير اسمه ستاتيك او منشات غير محدده استاتيكيا بيكون في عنا اربع مجاهيل احنا اصلا عنا ثلاثه دين كلام فنحن اربع مجاهيل بثلاث معادلات كيف فينا نحلها ما فينا نحلها رياضيا هيك بنلجا لطريقتين ما حتشوفوها باليابستاتي اثنين اصلا كلها بيحكي عن المنشات الغير محدده استاتيكيا بيكون في عنا ثلاث طرق للحل نحن بهذا الكورس حنتناول الطريقه السلسه اكثر او الاسهل اكثر اللي ممكن تفيدكم حتى بعد التخرج او بحياتكم العمليه وما تنسوه ابدا اللي هي طريقه كروس كيف فينا حنحل فيها المنشات الغير محددة الستاتيكين هيك نحن ننزل عدد المجاهيل للثلاثه وبعدين نلجأ للدينجي دين لاري بينما الايزو فورا عن طريق الدينجي دينكلام كلام ليري الوضع بيكون جدا سهل بحلانا طيب هلا هون حناخد انواع الكيريش العارف يعني اذا شفت عندي سيستم او شفت عندي كيريش كيف فيني احدد نوع او شو نوع هيدي الكريش؟ انواع تعتمد تقريبا على حسب المساند المتعلقه فيهم اذا انا عندي طرف منا مسند ثابت والطرف الثاني متحرك هاي بنسميها بسيط كريش يعني جدا هي بتكون سيستم بسيط وبالفعل يعني ثلاثة يعني يعني دينجة دينج، كلام نري عنا ثلاث معادلات ثلاث مجاهيل وثلاث معادلة بتنحل معنا فورا بتكون بهيدا الشكل اسمها كريش بسيطة الكريش معناها بالعربي قلنا جسر او ممكن المصريين بيقولوا كاميرا وفي عنا بعدين كونسول كريش الكونسول كريش يكون طرف منه سيرفيس مثل هون والطرف الثاني بيكون انكاستري مسند بهيدا الشكل هاي بنسميها كونسول كيريش يعني آه, شفت انا مرجع سؤال في امتحان لطالب كان جايب له استاذ انه كونسول نفترض عنا كونسول كيريش عليها الاحمال كذا فهو اصلا ما راسم لهم الشكل بس عم يقول كونسول كيريش الطالب دي هي لازم يعرف انه استاذ قصده بالكونسول كيريش هيدا الشكل هو ما حيرسم ليها، اياها ممكن يقول لها اياها او لا اي لو مثلا كان في علي اي مقدار اثنين كذا هدول الاشياء ممكن لكم اياهم شفهيا الدكتور او المحاضر وانتم لحالكم بدكم تحسنوا تتخيلوا شو هي الكونسول كريش شو هي البسيط كريش او مثلا الجربال كريش ولا في عنا النوع التالي تشكملو كريش تشكملو كريش بدكم تتخيلوها هي عباره عن بتكون بسيط كريش بس بيكون في عنده بير اوجو

جربر كيرش الجربر كيرش بيكون فيها مفصل واحد او اكثر شو معنات المفصل هو عبارة عن الدائرة اللي بنحطها طب ليش بنحط هذا المفصل اصلا ليش نستخدمه؟ بيكون عنا المشة غير محدد استاتيكي يعني مثلا طلعوا هون على هاي دي تمام في عنا هون اثنين مثل تيب اثنين ثلاثة أربعة خمسة في عندنا خمس مجاهل أنا كيف أصلا بدي أوجه هذول الخمس مجاهل وعندي ثلاث معادلات حتى يصير سيستم مبسط أكثر أو محدد استاتيكيا بيحطونا على قد عدد المجاهيل الزيادة مفصل يعني هون أنا عندي خمسة لازم نزلهم لثلاثة فأنا كم مفصل لازم أحط؟ لازم أحط مفصلين حطينا مفصل هون حطينا مفصل هون صار اسمه جربر كيريش أو مفصل كيريش تمام؟ كيف بيكون طريقة حسابه؟ بيكون طريقة حساب تقسيمه لأجزاء أنا أي جزء حطيت له مفصل بقسمه عن الجزء الثاني بصير عندي إياه بقسمه لجزئين يعني, يعني مثلا هيدا هون اللي شايفينه كيف فيني أنا أقسمه؟ الجزء الأول من هون بقسمه من هون تمام؟ طب أنا عن بدي أقسمه بدي هيك بس بدون ما أحط له أي شيء اي قوى لا طبعا في لها قوة على الأكساد وقوة على الوايات انا عندي بهذا الشكل تمام وجيت قسمتها من هون عند اسمها من هون في عندي قوة قوة مفصل طب انا هاي كيف بدي أحدد جهتها فينا نحدد جهتها مثل ما بدنا براحتنا بس اذا انا هون هون اخذت الجي اكس نحو اليمين عم بدي اخذ الجزء الثاني اللي هو هيك هون حيكون عندي الجي اكس الثاني وين نحو اليسار حيكونوا متعاكستين بالجهة عشان يروحوا بعضهم أنا في حال دمجت السيستم لازم يقتلوا بعضهم يروحوا بعضهم ما بصير اخدهم اثنين يمين هون أنا أخذت الجي إيه لفوق هون حأخذ الجي إيه لتحت تمام فقط هيدا الشي لازم نعرفه وعند المفصل برجع بقولها المومنت بيكون عندي يا صفر إذا بيطلع للمومنت قيمة فأنا عاملة غلط في مكان ما دائما ما بيكون صفر. هلا عنا هيدا السيستم كيف هن مقسمينه؟ اصلا بما انه ما في عنا اي قوة عالية تاي اي حمل خارجي على المحور الافقي فانا فيني ما احط الجي اكس الجي اكس كلها ما حطيناها ليش؟ لأني اصلا قيمتها صفر تمام؟ ما عندي اي قوة على المحور. الافقي حطينا هون احنا جينا وقسمناه من هون هذا صار عندي يا سيستم الاول هون صار في عندي من هون لهون سيستم ثاني في عندي من هون لهون سيستم ثالث صف علي بعد ما قسمه فقط انا حط القوى تبع المفصل هون حطينا جي واحد او جي جي اكس طب الجي واحد هون الثاني لازم تكون بعكس هاي اذا حطي هاي حطيتها لتحت هاي بدي احطها لفوق تمام؟ <تسجيل> يعني ماني مجبرة أحط أول وحدة لفوق التانية لتحت براحتي بس لازم يكونوا بعكس بعضهم كمان إجينا لهون حددنا هدول متل ما قلتلكن الجي إكس أصلا ما حطيناها لأني صفر ما عنا أي قوة على محور الإكسات. وهون آه طبعا بدي كمان شغله بعد ما نقسمهم بيصير في عنا كل سيستم مستقل عن الثاني انا يعني مو بامكاني اخذ هذا السيستم وحله وارسم الدياجرام تبعه اجي بعدين اخذ هذا السيستم وحله وارسم الدياجرام تبعه اخذ هذا السيستم وحله وارسم الدياجرام تبعه واخر شيء فيني اعمل لهم بكير او بعمل لهم جمع للدياجرامات بيطلع عندي آه الرسمات او الاشكال للسيستم الكامل وهيدي الطريقه بيلجؤوا لاغلب الطلاب عم بيكونوا اول ما بيكونوا عم بيحلوا الجربات كريشلر بعدين عم تاخذ ايده على الحل خلص ما عاد بيجي هي الطريقه بصوره انه بس بيطلعوا المسات تبكي لري عن هي عن بت... الطريقه وبعدين بصيروا بيرسموا بطرق تاني بدون ما يكونوا هايكي فاصلين عن بعضهم أه بعدين طيب هون في عنا كذا مثال قبل ما ادخل بهدول الأمثلة هدول الأمثلة حاليًا وعاطين نحن مسنت تبكي لإري لألون كل شيء قوى فقط حاطين الرسمة قبل ما ادخل فيهم حادخل حاحكي الشغلة عن الدياجرام لار. كيف بينا نحن أه نرسم ديجرام على حسب نوع اليايليك او حسب نوع الحمل تمام اذا في عنا اذا ما كان في عنا هون مثلا ابدا يكسوز بيكون في عنا الكسمه بتكون ثابته او من الدرجه الصفر تمام بينما المومنت المومنت دائما بيعقب الكسمه او بيتابعها بدرجه واحدة، بيكون اكبر منها بدرجه واحدة. المومنت بيكون من الدرجه الاولى هدول عم نحكي رياضيا نحن للرسمات رياضيا هيدا الشكل درجة أولى هون درجة صفر أو ثابت بينما إذا بكون في عنا الدزجون يا يعني حمل موزع بشكل منتظم بيكون عنا الكاسمة أو قوة القطع بتكون على شكل كليبك على شكل فراشي أو من الدرجة الأولى معناها المومنت حيكون عنا من الدرجة الثانية بارابول إذا بيكون عندنا الحمل أتشكان أو حمل موزع غير منتظم بهيدا الشكل بيكون عندنا الكسمة أو قوة القطع على من الدرجة الثانية بشكل بارابول بيكون في عندنا كمان المومنت من الدرجة الثالثة إذا بيكون في عندنا تكيل يوك مثل هيدا الشكل قوة بكون عنا شكل كاسمة هيك بهذا الشكل بتكون ثابتة من الدرجة الصفر والمومنت بيكون من الدرجة الأولى كمان هون آه نفس الشيء إذا بكون في عنا مومنت أصلا إذا كان عنا هون مومنت بيكون عنا تأثير الكاسمة صفر هون بيكون عنا المومنت من الدرجة الأولى أو ممكن يكون ثابت على حسب الرسمة آه هدول هاي الورقة جدا مهمة لما تكونوا عم ترسموا فبتحتاروا انا اعملوا الدرجة الاولى اعملوا الدرجة الثانية بس أنتوا حتحفظوا الاحمال او شكل الحمل وعلى اساس أنتوا حتحددوا الدرجة ودائما اذا حفظتوا بس للكيس ميل هو بيكون اعلى منا بدرجة وحدة طيب هلا احنا هون حنشوف في عنا مثال عنا هذا المثال اللي شايفينه هون قدامكم على الشاشة عنا عبارة عن بسيط كريش هاي البسيط كريش آه هي الأحمال الموزعة عليها وعنا هون حمل موزع من الصفر للأربعة لعند النقطة جي بمقدار اثنين طن على المتر وعنا كمان بالنقطة دي هوني من الأربعة للستة عنا حمل أو عنا تكيليو عبارة عن عشرة طن وعنّا من هون لهون مقدار اثنين متر البعد. آه هاي عبارة عن بسيط كريش، كريش بسيطة، هي عبارة هون عنّا على اليسار مسند آه أو داعم نسميه ثابت، هون عنا يعني يا كايجو أو متحرك بهيدا الشكل. طب أنا كيف فيني أحلّها عن طريق آه الكسمة، أو عن طريق القطع، آه عن طريق عفواً، طريقة القطع، هاي نحن نسميها الطريقة الأطول. اول شيء لازم احنا نرسم السيرفيس جسم دياجرام شو معناته السيرفيس جسم دياجرام او سي جي دي هو عباره عن توزيع كل شيء في عنا قوى توزيعها على السيستم وحسابه وبعدين نحسب المسند الكليري. يعني مثلا انا عندي هذا المسند اذا شلت شو لازم احط قوى لازم احط الا اكس لانه هو ما بيتحرك باتجاه الاكس لازم احط الاي لانه هو كمان ما بيتحرك باتجاه المحور العمودي عندي هون آ إكس وعندي آ ي لهون عندي هذا الحمل الموزع أنا إذا بدي أعمله كحمل مفرد أو أحسب المحصلي تبع هذا الحمل كيف فيني هو عبارة عن اثنين أو مساحة هيدا المستطيل يعني اثنين ضرب أربعة حطيتها هون بالوسط ثمانية بعدين في عنا العشرة طن بتضل على حالها عشرة طن هون عندي كيجي من التبكي تبعه هو عبارة فقط عن بي لأني بهيدا الاتجاه حاطينه أول خطوة أنا بعملها بحسب المسنة التبكيلري المسنة لري عندي هون المجاهيل هي X إكس ب طيب أنا فيني اختصر على حالي من بداية السؤال أصلا ما عندي أي حمل بالاتجاه الأفقي لهيك AX أو على محور الإكسات ما عندي أي حمل فالـ AX ديريك صفر يعني اذا اخذت مجموع القوى على الاكسات صفر حيطلع معي الاي صفر ومنه بنستنتج اذا الاي صفر انا ما عندي اي حمل على محور الاكسات معناها النورمال قوات كمان الصفر بكل السيستم تمام بعدين حنرجع للمعادلات الثانية اللي هي مجموع المومنت عند أي نقطة صفر ومجموع القوى على محور الوايات صفر هلا مجموع المومنت عند النقطة أ عند النقطة في آل يساوي الصفر حددت أنا الاتجاه الموجب للمومنت بهذا الاتجاه عكس عقارب الساعة حاخد كل شيء موجب فكل القوى اللي بتعمل مومنت أنا حاخدها بالحساب هون في عند بيعمل مومنت البي عبارة عن بي طب كيف هي حتلف؟ أقصر طريق لها هيدا الطريق صح؟ معناها هي موجبة عكس عقارب الساعة بي ضرب حاخد البعد العمودي من عند الآية قديش البعد؟ اثنين اثنين أربعة ثمانية بعدين في عندي العشرة العشرة كيف بتعمل؟ أقصر طريق لحتى توصل لعند البي هي هو عبارة عن هيك صح؟ هي مع عقارب الساعة إذا مع عقارب الساعة سالبة ناقص عشرة ضل ستة بعدين في عندي الثمانية الثمانية كمان أقصر طريق لأله هيك عكس مع عقارب الساعة سالب ناقص اثنين ضرب اثنين تساوي الصفر من هون استنتجت إنه البيع عبارة عن تسعة ونص طن طب هلا بدي أحسب الآية الأسهل إني آخذ مجموع القوى على الوايات بتطلع الآية فورا ولكن الأضمن وليس الأسهل الأضمن أن حتى أكون ما مخربطة بالحسابات ولا بأي شيء أرجع أخذ مجموع المومنتات عند النقطة ب وطالع الآية بعدين أعمل كونترول من مجموع القوى على الوايات لازم يساوي الصفر أخذت مجموع المومنتات عند النقطة ب يساوي الصفر مين في عندي عندي آية بس بالاتجاه السالب يعني ناقص آية ضرب 8 وعندي ال 8 ضرب 6 بالاتجاه الموجب و10 ضرب 2 بالاتجاه الموجب الآية 8.5. طيب هلا انا اذا جمعت الآية مع الباية لازم يكون يساوي مجموع ب 8 زائد 10 لازم مجموع يساوي 18 بالفعل 9 زائد 8.5 ونص 18 هيك انا بكون خلصت المسنات تبكيلاري بعد المسنات تبكيلاري حنحل هيدا السؤال عن طريق قوة القطع وحفرجيكم كمان انا كيف بقدر حله بدون استخدام قوة القطع بس بحسب المسند كليري وبعدين بحسب الأشياء الثانية ذهنيا طيب هلا الكيسيت سيلري دائما بقطع أو مجالات القطع بتكون عندي من القوى للقوة أو من القوة للمسند يعني مثلا أنا هون عندي لازم من وين أقطع عندي بين الأ والجي هون انتهت القوة لازم أقطع في مكان ما هون بعدين من الجي للدي هون صار في عندي قوي وقفت لو عندي مثل كمان حوقف إيه. لازم اقطع بين الجي والدي ولازم اقطع من الدي للبي طب انا بلش يمين ولا يسار ما بتفرق انا حبلش يمين بلشنا يمين اول شيء انا حقطع بين مين ومين بين الا والجي بين الا والجي يعني الاكس انا وين عم تتفتل عم تتفتل من الصفر للاربعه انا بعرف المكان بالضبط وين لا انا ممكن يكون قاطعة هون عند اثنين ممكن يكون قاطعة عند الواحد عند النص مهم مجالات الاكس عندي اياها انا بالقطع من الصفر للاربعة اقل شيء صفر ماكسيموم اربعة اجيت وكتبت رسمته تماما هيك حطيت هون المسنت بكيسي حطيت شو في عندي قوى موجودة عندي فقط هيدا الحمل الموزع هون اثنين طن المسافة هون هذا اسمه خط القطع او محل ما قطعت تمام المسافة انا ما بعرف هي بين الصفر والاربعة اللي هي بسميها انا اكس طب هلا الاتجاهات اللي عطول الان هي بتكون طالعة او خارجة من الشبوك او العنصر التي اذا انا قطعت من اليسار لتحت والمواد بيكون لافف عليهم بهيدا الشكل حتى احسب هلا انا اللي بدي احسبه هو الان والتي والام حتى يحسبون كمان أن الدينجي دينك أو من معادلات التوازن مجموع القوى على الإكسات صفر معناها عند الإن صفر أنا قلت لكم من بداية السؤال ما أنه ما عندي أي حمل خارجي فالإن على طول حتطلع معي صفر هون مجموع القوى على الوايات صفر فأنا عندي شو؟ عندي على الوايات اثنان ونص ناقص تي ناقص اثنين ضرب إكس وبالتالي يكون عندي تي تساوي ناقص 2 اكس زائد 8 ونص بدلالة اكس طيب انا هاي 2 اكس منين اجيت هذا الحمل هو عبارة عن مساحة المستطيل يعني 2 ضرب اكس تمام صار عندي هيدي الاكس هون ناقص 2 اكس زائد 8 ونص معناها هي من اي درجة هاي من الدرجة الاولى رياضيا من الدرجة الأولى لو كانت إكس مربع هي من الدرجة الثانية لو ما فيها إكس أبدا هي من الدرجة الصفر هيدا شو بيفيدني بوقت الرسم يعني أنا هون تي بهيدا المجال حأرسمها شو من الدرجة الأولى من الصفر للأربعة حتكون تكون من الدرجة الأولى طب أنا بدي قيم ما بدي إياها بدلالة إكس بعوض أقل قيمة المينيموم والماكسيموم للمجال يعني بين الصفر والأربعة بنقول تي عند الإكس تساوي الصفر نعوض بدل كل إكس صفر هون صفر زائد ثمانية هي ثمانية ونص عند الإكس تساوي أربعة هي عبارة عن صفر فاصلة خمسة عوضنا الأربعة ناقص اثنين ضرب أربعة ناقص ثمانية ناقص ثمانية زائد ثمانية ونص نص, نص. بعدين باخد مجموع المومنتات بالنسبة لوين؟ لنقطة القطع يساوي الصفر، شو في عندي قوى بتعمل مومنت باخدها وباخد وبأخذ معهم الأم طبعا كل شي قوى على المحور نفسه أو على النقطة نفسه ما بتعمل مومنت أو المومنت تبعه الصفر، ليش؟ لأن البعد العمودي أصلا صفر ما عندي بعد عمودي، فهون بيكون المومنت صفر مجموع المومنتات حول نقطه القطع يساوي الصفر مين في عندي عندي ام زائد هيدي الام اللي عندي اياها هون زائد في عندي اثنين ضرب اكس ضرب البعد هو عباره عن اكس على اثنين طبعا هون حاطه الجهه هيك بس هيدي الجهه غلط اخذي الجهه الموجبه ما هيك أخذت انا هيك تمام يعني بجهه هيدا ام زائد 2 اكس ضرب اكس على 2 المسافه وفي عندي كمان 8 ونص 8 ونص عم بتحرك بعكسه يعني ناقص 8 ونص ضرب اكس تساوي 0، ام تساوي 8 ونص اكس بعد ما اختزلت هون المعادله طلعت عندي 8 ونص اكس ناقص اكس مربع لاحظوا اكس مربع معناتها المومنت من اي درجه؟ الدرجه الثانيه بالرسم حيكون عندي اياه yeah. على شكل عباره طب انا بدي كمان اقيم شو بعمل بعوض الصفر والاربعه بهيدي المعادله عوضناها هون ام عند الصفر صفر وعند الاربعه 18 طن متر آم كمان في شغله عم بيكون المساهم في البدايه وفي النهايه عم بيكون نوع المسند كايج متحرك او ثابت بيكون عنده المومنت صفر هاي عم بيكونوا في البدايه بينما اذا كان المسند عباره عن ديون نقطه صفر بيكون في للمومنت قيمه او اذا كان انكاستر كان بالبدايه او بالنهايه له قيمه الانكاستر هنيك يعني نحنا بناخذ عنده مومنت طب حسبتهم بهيدا المجال بعدين انا وين بدي اقطع بين الجي وبين الدي طبعا اذا بدي اقطع بين الجي وبين الدي بينفع اخذهم لحالهم بس هيك جي دي هاي ابدا لا يا بدي اخذها من اليمين او من اليسار اذا بدي اخذها من اليمين بدي اخذ معها كلها من الأ ا لل بمكان ما حقطع لمحل خط القطع فانا اخذتها بهيدا الشكل ثواني. طبعا. فأنا أخذت بهذا الشكل قلت x بين الأربعة وبين الستة يعني الإكس من هون عند الجي أربعة لعند الدي أديش قديش بتكون صار عند الإكس x ستة عم بعدلها من اليسار وبدأت الإكس x بين الأربعة والستة هيدي كلها تا x هون عندي معروف أربعة متر من ال a لل عندي بعدين من الجي للدي أنا ما بعرفه قديش و x ناقص أربعة يعني هيدي الإكس x كلها ناقص هيدي الأربعة بس قيمته بتتراوح بين الصفر والاثنين ولكن ما بعرف قديش وهدول حطيت الاشارات تبعهم هون عندي الميسيتي بكيسي ثمانية ونص وبعدين بنفس الطريقة حسبت مجموع القوى على الوايات مجموع المومنتات حسبتهم هون طلع عندي مجموع القوى على الوايات يساوي الصفر شو في عندي قوى على الوايات عندي فقط تي لتحت ناقص تي عندي ثمانية ونص لفوق وعندي الاثنين ضرب أربعة وهذا اللي يليك هو عبارة عن المساحة يساوي الصفر تي تساوي نص طب أنا تي تساوي نص ما أطلع عندي إكسات أبدا معناها هون شو الثابتة حتكون بقلب الرسمة حتكون ثابتة ومن الدرجة صفر المومنت لازم يطلع في عندي فيه من الدرجة الأولى أو إكس وحدة يعني إكس أس واحد لأنه هو بعد الكسمة إلنا بدرجة مجموع المومنت بالنسبة لنقطة القطع يساوي الصفر مين في عندي عند الام عند او الحمل الموزع اثنين ضرب اربعة ضرب اثنين ضرب اربعة ضرب هو حيكون بالوسط تماما ضرب اكس ناقص اثنين وحيكون في عندي كمان الثمانية ونص بعكس الاتجاه ثمانية ونص ضرب اكس آه, تمام بعد ما اختزلناها صار في عنا ياها نص اكس زائد 16 حنعوض فيها مين الاربعة والستة عند اكس تساوي الاربعة عوضنا الاربعة اتنين زائد ستاش تمنتاش عند اكس تساوي ستة عوضنا الستة ثلاثة زائد ستاش تسعة عشر واخر شي حتى نطلع بين البي والدي فيني انا اكمل قص من اليسار بحس كتير حاخد معي قوام وكتير حيطول معي لا انا فيني اقص من اليمين بس مع مراعاة اتجاهات الام والان والتي. فأخذت أنا بي من جهة اليمين صادان يعني إكس بين الصفر وبين اثنين هيدي الإكس عم تتراوح بين صفر واثنين هون حطيت المسات تسعة ونص اللي هي بي حطيت الاتجاه هاد التي صارت هون لفوق لأني يعني أخذتها من اليمين والمومنت لفيف عليهم مجموع القوى على الوايات صفر طلع عند التي قديش ناقص تسعة ونص مجموع المومنتات صفر عند المومنت تسعة ونص إكس عوض فيه الصفر عوض فيه اثنين طلع عندي صفر في تمام؟ طب هلا بنجي للرسم انا بعد ما لقيت عن طريق قوة القطع هدول الاشياء كلها انا كيف فيني ارسم دياجرام تبعهم الرسم جدا سهل اذا اخذنا عن طريق قوة القطع بس انا حط قيم وحدد بنجي بالبداية بين هيدا المجال وهيدا المجال بين A اللي هي هون انا حسبتهم بين الار كان حسابهم هون طيب اجينا عند التي انا اول شيء برسم شكل الكريش اللي عندي اياها يعني كيف شكل الكريش تماما برسم نفس الشكل بس بشيل المساند بشيل القوى الخارجيه مشان صفى مكان للرسمه التي قلت لفوق حاعمل موجب ولا تحت فينا اعمل العكس فينا نعمل العكس ما في لها اي قاعده ولكن الشكل المتعارف عليه هو لفوق موجب تحت سالب بعكس المومنت لفوق سالب وتحت موجب، بينما انا إذا غيرت كمان ما بصير أي إشكال عندي، طيب إجينا آه, تي عند الصفر، قديش طلعت معي القيمة تبع ثمانية ونص زائد ثمانية ونص، معناها أنا بدي أطلع لفوق بمقدار ثمانية ونص، لاحظوا طالع لفوق أنا بمقدار ثمانية ونص، بعدين تي عند الأربعة، قديش عند الأربعة؟ نص. بعدها اطلع من عند الأربع على فوق بمقدار نص بعدين وصل بيناتهم طب انا بدي اوصل بيناتهم خط مستقيم هيك ليش ما اوصل من الدرجه الثانيه بارابول لاني انا في عندي هون الاكس قلنا هي عباره من الدرجه الاولى المعادله اللي تبعها من الدرجه الاولى اصلا عندي جاي موزعة بشكل منتظم فبيكون عندي قوه القطع من الدرجه الاولى بعدين حكمل عندي بالنسبه للجزء الثاني هون التي قديش؟ نص، التي نص على كلياته، يعني التي ثابتة نص، فحكمل مع اصلا من هون انهيتها بنص، حتكمل نص ثابتة زائد، بجي من اليمين محل ما قطعت هون، التي عند البي قديش؟ عند عند كلياتها ناقص تسعة ونص، تمام؟ فهي ناقص تسعة ونص، يعني من هون لهون. ناقص تسعة ونص وهي ثابتة فبنزل لتحت فيها تسعة ونص وبكمل هيك الرسمة هون بتكون خلصت عند التيم بالنسبة للإم كمان نفس الشي بس حعوض قيم آه الإم اللي ما عند المسند هو الصفر كمان هون حسبناها الإم عند هيدي النقطة الصفر حطينا الصفر بعدين الإم عند الأربعة هون 18 طبعا انا 18 كيف حوصل بيناتهم ما حوصل من الدرجه الاولى هذا هون عباره عن بارابول يعني بهيدا الشكل تمام من الدرجه الثانيه لازم اوصل بيناتهم بعدين اجينا للقسم الثاني كملنا هون الأيم عند الأربعة كمان 18 لاحظوا نفس القيمه اصلا لو ما طلع معي نفس القيمه 18 معناتها انا في عندي خلل بالرسمي لازم يطلع معي نفس القيمه تمام اجيت بعدين عند الستة قديش كانت الام تسعة عشر موجب موجبي نزلت لتحت بمقدار تسعة عشر بعدين وصلت بيناتهم بس من الدرجة الاولى تمام لاني معادلته اصلا كانت من الدرجة الاولى اصلا هم ما عندي احمال موزعة عم بيكون ما عندي احمال موزعة بيكون الدرجة الاولى المومنت بعدين اجيت من اليمين من اليمين في عندي صفر عند البيس صفر وفي عندي وهون حسبناها صفر في عندي عند الاثنين قديش تسطاش لاحظوا هون كانت عندي نقطة الانتهاء تسطاش هون صارت عندي تسطاش فهني التقوا بنفس النقطة كمان لو ما طلعت معي تسطاش كنت حشيك في موضوع الحساب تبعي طبعا هون حليت على طريقة قوة القطع في عنده في حدا عنده أي سؤال عن القطع عند هاي الطريقة بالذات طريقة واضحة طيب لو انا ما بدى حله اصلا عن طريق آه القطع ابدا بدي احله فقط لا المسجد التبت وبعدين كمل الحل فورا او ارسم الدياجرام لار فورا بدون ما ادخل بكل هدول المعادلات بكل هاي القصص انا حسبت الماسنت تيب كليري طلعت عندي الايه قديش ثمانية ونص طلعت عندي البي قديش البي تسعة ونص طلعت عندي الايه ثمانية ونص تمام عند البي تسعة ونص فانا هون حبلش من هون آه انا التيب عارفه من اليسار أه شو بتكون جهتها؟ بتكون جهتها لتحت، هون عندي الآية لفوق، يعني إذا أخذت مجموع القوى على الوايات صفر، فأنا حيكون عندي شو؟ عندي التي، التي حتتخيلوها إنتو كيف حتتخيلوها هيك لتحت هون عند هيدي النقطة، تمام؟ هون عندي قوة الآية هيك بهيدا الاتجاه، معناها التي شو مين بتساوي؟ بتساوي الآية، يعني التي تساوي 8 ونص، حطيت 8 ونص، بعدين إجيت لهون عند البي. عفوا لعند الجي، إجيت لعند الجي شو في عندي قوى؟ عندي الآية، الآية عبارة عن شو؟ عن ثمانية ونص، وعندي هيدا الياية، يعني عبارة عن اثنين ضرب أربعة، اثنين ضرب أربعة لتحت، وثمانية ونص لفوق، يعني ثمانية ونص ناقص اثنين ضرب أربعة، ثمانية ونص ناقص ثمانية، نص، معناه هون حيكون عندي إياها نص، تمام؟ مثل ما طلعت معنا. بعدين حيجي هلا هون تركتهم حيجيهم من اليمين من اليمين شو في عندي عند البيت تسعة ونص طبعا اذا اجيت من اليمين الكسمة او قوة القطع شو بيكون اتجاهها لفوق هيدي لفوق معناتها ناقص تسعة ونص ناقص تسعة ونص لتحت بمقدار ثابت بعدين اجيت آه لعند العشرة هون عندي ناقص تسعة ونص وعندي زائد عشرة قديش بصيروا نص نص لفوق هون كملتهم بس سكرت المخطط هيك بيكون خلاص معي طب بالنسبة للمومنت، أنا كيف فيني أحسبه في له عدة طرق فيكم تحسبوه عن طريق المساحة عن طريق التكامل أنا ما بنصح فيها كتير بتخربطوا بالإشارات فينا نحسبه عن نفس الطريقة نحسب المومنت بالضبط عند النقطة أ قديش وعند النقطة جي قديش وعند النقطة دي وعند النقطة ب ونحط القيم تبعه يعني اجينا عند المومنت عند النقطة صفر انا ما في اي شيء بيعمل عندي مومنت ذاتا قلت لكم عم بيكون في عندي الثابت مسند، الحركه اللي مسند، في البدايه وفي النهايه بيكون مومنت عندهم صفر بحط فورا الصفر طب عند النقطه جي المومنت انا بعرف اتجاهه كيف بيكون اتجاهه هيك زي جيت من, من اليسار اتجاهه بهيدا الاتجاه طب هون شو في عندي قوه بتعمل مومنت عند الايه الايه بتعمل بعكسه وبهيدا الاتجاه يعني ثمانية ونص ضرب 4 بالاتجاه الموجب 8.5 ضرب 4 وبعدين في عندي هيدي 2 2 ضرب 4 القوة ضرب البعد ضرب 2 يعني هي عبارة عن قديش 2 ضرب 4 ضرب 2 8 ضرب 2 16 هوني كان في عندي 8.5 ضرب 4 ناقص 16 بيطلع عندي الجواب 18 تمام وموجب من الدرجة الثانية لأنه أصلا كاسمي عليها من الدرجة الأولى أو هون عندي حمل موزع بيكون المومنت إجباري من الدرجة الثانية طيب حيجي من اليمين أنا هون بالنسبة للمومنت عند البي صفر آه عند الدي قديش عند الدي حيكون عند المومنت فقط هو عبارة عن آه أنا بعرف إذا قطعت من هيدا هيك تماما حتكون جيت المومنت هيك وعندي أنا هون قوة اللي هي بمقدار تسعة ونص فهيدي القوة حتعمل بعكسه يعني حيكون عندي أنا المومنت شبه موجب يعني حيكون عندي تسعة ونص ضرب اتنين عشر طن متر حوصله من الدرجة الأولى لأني هون ما عندي أي حم ما عندي حمل موزع حيكون من الدرجة الأولى وصلت بيناتهم وبعدين هون حسكر الدياجرام بهيدا الشكل في حدا عنده أي سؤال على هاي الطريقة كمان؟ دايما يوم يكون في مسند غاد المومنت لازم تكون إذا كان على الأطراف يعني إذا كان في البداية وبالنهاية إذا كان المسند طبعا نوعه ثابت أو متحرك إذا كان أنكستر لا أكيد في مومنت بينما إذا كان نوع المسند ثابت أو متحرك كان بالأطراف المومنت صفر بينما إذا كان المسند عندك على شكل ديوم نقطة يعني بهيدا الشكل مثلا تمام هون المسند صفر وهون المسند صفر، عفوا هون المومنت صفر وهون المومنت صفر، بينما هون المومنت له قيمة، تمام؟ ايه تمام، يعني مش لازم تكون إذا بدك تكون مسند نار في النص البداية والنهاية، إذا كان في مسند في يعني مش شرط يكون صفر، يعني ممكن يكون صفر بس عم بيكون المسند بالأطراف صفر، بالبداية أو بالنهاية بيكون صفر ايه تمام وحصرا يكون المسند ثابت او متحرك بينما اذا كان عندي انكاستري اصلا في عندي هون مومنت على انكاستري فله قيمه تمام؟ تمام ما فيني و... اخذ صفر الحين و... و... بين مثلا النقطه ا وج فلنفرض في اللي بكون في شبوك زياده فيه يعني فيش مسند في النهايه هذه مثلا مومنت لازم تسفر مع اخر نقطه في الشبوك <applause> ما كثير فهمت عليك بعتذر جدا بس شوي صوت الاذان عنا عالي طلع صوت الاذان بعتذر جدا مشكلة استاذة سمعت الحين ها تمام هلا سامعتك احسن تفضل تمام اه الحين في عنا سيب ثاني للمسند للكريش مسند اللي بيكون في مسند وكمان مسند وفي نقطة زيادة بتكون طالعة شو كان اسمه يعني اه بيكون في عندي السيرفيس سوتش اي سيرفيس السيرفيس يعني service بيكون في عندي مثلا بهيدا الشكل تمام؟ ايوه تمام بزور. هون قديش بيكون في عندي المومنت كمان بيكون صفر، إذا ما في على النقطة مومنت خارجي بيكون هون صفر تمام؟ بينما إذا كان في عندي مثلا مومنت خارجي حمل خارجي على شكل مومنت بيكون لا قيمة ايه تمام تمام؟, ايه تمام. عفوا طب وهيك بالنسبة لدرس اليوم حأنهي عند هيدا السؤال بالنسبة للنقط أنا حأبعث لكم إن شاء الله على شكل بي إف في حدا لسه عنده مشكلة بتحميل البرنامج أو ما حمل برنامج الصف؟ يعني الدرس القادم حنبلش آه نشتغل على برنامج الساب ان شاء الله حنبلش نعمل آه عليه مدخل عليه حنشوف الادوات الاساسيه حناخد امثله بسيطه حناخد مثلا هذا المثال هلا اللي حلينا كيف ممكن يطلع معنا على برنامج الساب وكمان حنكمل بالمفصل كريشلار او الجربر كريشلار حناخد عليه امثله الدرس القادم حيكون آه تمارين فقط حاعتمد ححل تمرين عن طريق اه عن طريق القطع وتمارين الباقي كلها حتكون فقط نحسب المسنات الكيلاري وبعدين اه عن طريق الحساب الذهني وبرنامج الصاب تمام بعد كم اسبوع حنبلش بالاطارات ان شاء الله اه في حدا عنده اي سؤال أو في حدا عنده أي اقتراح مثلا إنه لو نعمل هيك بالدرس ناخذ هيك بالدرس أو أي شيء لا ما في أي شيء بس ممكن أعرف الدروس مسجلة ولا مسموح نسجلها؟ الدروس مسجلة حتكون تمام مسموح لنا ناخذ تسجيلات ما هيك؟ المفروض ايه مسموح تاخذوا التسجيلات او مسموح تشوفوا التسجيلات على السيستم انا هيدا الموضوع بس حاحكي معه حاحكي فيه مع الاداره وبرد لكم ان شاء الله خبر او هي الاداره بترد لكم خبر اكيد بس طبعا. انا حاطلب انه تكون الدروس دائما متاحه لاني لما حنعمل نحن على برنامج ساب انتم آه، حتكونوا مثلا مركزين بالدرس فانتم ما حتقدروا تعملوا ممكن تنسوا بعض الخطوات فحترجعوا انتم للدرس لحتى تعملوا نفس التدريب اجباري لازم تكونوا مسجلين. اوكي شكرا العفو وبالنسبة للكايناك أو المصادر أنا اقترحت عليكم مصدر للدكتور إبراهيم إكيز في هلا من النقط اللي عم بعطيكم اياهم او الاسئله أغلبها هي تابعه لاله الدكتور ابراهيم اكيز هدول كتاب اليابستاتي واحد اليابستاتي اثنين جدا 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 يعني مفيدين بشكل مو طبيعي فيهم كل شيء تمارين او كل شيء سيستم ممكن يمر عليكم الكتب هي باللغة التركية ما في منها نسخة باللغة الإنجليزية أبدا فيا اللي بيحب يستفيد ياللي سما ما أخذ هدول المواد واحد اللي اثنين بنصحه جدا يجيب هدول الكتابين هلا إذا ما حدا عنده أي سؤال رح ننهي الدرس طيب ماشي يعطيكم العافية نبقى إن شاء الله عن طريق الجروب نتواصل وإذا عندكم أي سؤال تسألوني إياه عن طريق الجروب وحابعت لكم أنا إن شاء الله يعطيك العافية <applause> الله يعافيك <applause> الله يعطيك العافية شكرا <يا> كثير <applause> الله يعافيك يا رب يلا السلام عليكم